السلام عليكم. إن شاء الله هنكمل حل كتاب نيوتن على الفصل الخامس. إحنا في صفحة 277، السؤال رقم 34، عايز الخواص الكلاسيكية للضوء بيفسرها السلوك الإيه؟ الخواص الكلاسيكية بتعتمد على الملاحظة، وإحنا ما نقدرش نلاحظها منفصلة، ولكننا بنلاحظ خواص الإشعاع ككل، كله على بعضه. يعني إحنا ككلاسيكية بندرس السلوك الجماعي لشعاع من الفوتونات، مش السلوك الفردي، وبالتالي الإجابة الصحيحة هتبقى رقم ب، السلوك الجماعي لشعاع من الفوتونات. السؤال رقم 35، إذا علمت أن الطول الموجي لموجات الميكرويف هو لامدا ميو، يبقى احنا عندنا ادي موجات الميكرويف، ادي النقطة اللي فيها دي كده لامدا ميو، ماشي. والطول الموجي لشعاع لونه أصفر، طبعا الشعاع لونه أصفر موجود في منطقة الضوء المرئي لامدا واي، وطول الموجي الأشعة السينية، أدي الأشعة السينية لامدا إكس. فعايز الترتيب الصحيح لهذه الأطوال الموجية. إحنا أساسا مرتبين الأطوال الموجية من الطول الموجي الأكبر إلى الأقل، يعني دون أكبر في الطول الموجي وإنت ماشي كده، هنا هيقل، هنا هيقل أكتر. يبقى إحنا عندنا الترتيب لامدا ميو أكبر من لامدا يلو أكبر من لامدا إكس، يعني الاختيار الصحيح هيبقى رقم ب. السؤال رقم 36، إذا كان الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع صادر من جسم ساخن عند درجة حرارة، دي أول درجة حرارة قبلتك، يبقى تي واحد بتساوي 3000 كلفن. هو مديك الطول الموجي برضو، ده أول طول موجي قبلك، يبقى لامدا واحد عبارة عن 1 × 10^6، تمام. يكون الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع له، عايز لامدا تانية، يبقى عايز منك لامدا 2 بكام؟ وهو عند درجة حرارة 2000، يبقى دي درجة الحرارة التانية اللي هي 2000، تمام. هنعتمد على علاقة فين اللي هو بيقول لي ان طول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع بتناسب تناسبا عكسيا مع درجة الحرارة الكلفينية، وبالتالي لامدا 1 على لامدا 2 بتساوي تي 2 على تي 1. فين لامدا 1 اهي، يبقى 10^6 على لامدا 2 اهي مجهولة، يبقى لامدا 2 مجهولة بتساوي تي 2 دي تي 2 اهي، يبقى 2000 على تي 1 3000، 3 اصفار مع 3 اصفار، يبقى انا عايزه لامدا 2، يبقى الطرف المتصل على الطرف اللي فيه مجهول، يعني 3 × 10^6 على 2 هتساوي 1.5 × 10^6، 1.5 × 10^6 متر، مش موجود بالمتر موجود بالمايكرو، يبقى انا عايزه احول من الوحده متر الكبيره الى وحده صغيره اللي هي المايكرو، فهضرب في 10^6 دي هتطير مع دي، وهيبقى الناتج 1.5 مايكرومتر. هدور في الاختيارات هلاقي الاختيار الصحيح رقم ب. السؤال رقم 37، في منحنى بلانك الذي امامك تكون النسبه بين عدد الفوتونات المنبعثه عند النقطه A الى عدد الفوتونات المنبعثه عند النقطه B بتساوي قد ايه من الواحد الصحيح، اكبر اصغر اقل ولا يساوي. طيب احنا عندنا دلوقتي عايزين نوجد علاقه بين عدد الفوتونات والطول الموجي. عدد الفوتونات عشان بيسالني عنه، والطول الموجي عشان الطول الموجي هو المرسوم في الرسم البياني، تمام. طيب ايه النقطه دي والنقطه دي؟ النقطه دول بيشتركوا ان عندهم نفس شده الاشعاع، يعني شده الاشعاع هنا هي شده الاشعاع هنا، بس العدد مختلف. طيب يبقى انا عندي شده الاشعاع عند ايه بتساوي شده الاشعاع عند بي. طب فك الاي دي، هنقول ان في اتش في نيو، وهنا ان في اتش في نيو. طيب الاتش واحده، هنا ان ايه ونيو ايه، وهنا ان بي ونيو بي، يبقى انا عندي ان ايه على ان بي، ماشي، ده على ده ما ترجعش فاضي، هتساوي نيو بي على نيو ايه. بس انا كده اوجدت علاقه بين العدد والتردد، وانا المحاور مش مرسوم عليها تردد، مرسوم عليها اطوال موجيه، هتعامل ازاي؟ انا عارفه ان في علاقه عكسيه بين التردد والطول الموجي، فممكن استبدل التردد بالطول الموجي بس بالعكس. يعني ايه؟ يعني عندي بي اشيلها واكتب لامدا ايه العكس، ونيو ايه اشيلها واكتب لامدا بي، يبقى انا دلوقتي اصبح العدد بيتناسب طردي مع الطول الموجي. طيب لامدا ايه على لامدا بي، بصوا كده على الرسم، ادي لامدا ايه اهي، لامدا 1 على لامدا 2، اللامدا دي قليله، ما انت عندك الصفر، كل ما تبعد عن الصفر كل ما انت الرقم بتاعك بيزداد، يبقى احنا هنا في رقم، وكمان هنا بعدنا اكتر، يبقى هنا الرقم ده اكبر من ده، يعني هنقول لامدا 1 اللي هو الرقم القليل على لامدا 2 الرقم الكبير، يبقى هيطلع في الحاله دي اقل
من الواحد. يعني الإجابة الصحيحة رقم سؤال رقم 38 في الرسم الموضح، ما هو الجزء المغطى بالمادة الفروسية؟ طبعا الجزء اللي بيغطى بالمادة الفروسية هو الشاشة. فين الشاشة هنا؟ هو دي. يبقى الإجابة الصحيحة رقم د دي. أي الأجزاء يعتبر مصدر لأشعة الكاثود؟ فين الكاثود هنا؟ هنا الـ A دي فتيلة، أما الـ B دي كاثود. يبقى هنقول الاختيار ب عشان هيبقى هو الشكل B أو الجزء رقم B. سؤال رقم 39، شحنة الشبكة في أنبوبة أشعة الكاثود شحنتها إيه؟ طبعا الشبكة بتبقى شحنتها سالبة. الإجابة الصحيحة رقم ب. سؤال رقم 40، تم تعجيل إلكترون ساكن تحت تأثير فرق جهد قيمته 2500 فولت، فكم تكون سرعته النهائية بصورة تقريبية؟ طالب مني السرعة. تمام، يبقى أنا دلوقتي في أنبوبة شعاع الكاثود بيبقى عندي إلكترون، هذا الإلكترون بنطبق عليه فرق جهد كبير علشان يكتسب، نعجله ويكتسب طاقة حركة كينيتيك إنرجي، يعني نص إم في تربيع. ليه؟ لأن طاقة الحركة من أولى ثانوي نص إم في تربيع. طب أنا عايزة قانون يجمع بين فرق الجهد والسرعة، فهستخدم دي أسويها بده، يعني هقول إي في في بتساوي نص إم في تربيع. تمام، طيب هنضرب في 2، يبقى 2 اي في بتساوي ام في تربيع. طيب هو طالب مني السرعه، فههتم بالسرعه واخليها في طرف لوحدها، واحاول اخلي الفي حرف كبير كده والسرعه السرعه في بس حرف صغير عشان افرقهم عن بعض. انا عايزه السرعه، يعني عايزه الفي تربيع، هتساوي البعيد على القريب، يعني 2 اي في على كتله الالكترون ام الكترون. تمام، طيب السرعه دي متربعه، لو انا عايز السرعه بس من غير تربيع ناخد الجذر، يبقى الفي هنحفظ بقى القانون ده عشان لما نيجي نعوض هنستخدمه على طول. يبقى السرعه بتساوي 2 اي في على ام الكترون. يبقى لما يكون عندنا انبوبه شعاع الكاثود واحنا عايزين نحسب السرعه الالكترون اللي بيتحرك في الانبوبه دي، هنستخدم القانون ده على طول، هنقول الفي بتساوي الجذر التربيعي 2 اي في، يعني شحنه الالكترون مضروبه في فرق الجهد على ام الكترون. تعال نعوض، ادي الاثنين، شحنه الالكترون 1.6 في 10 سالب 19 في فرق الجهد اللي احنا استخدمناه اللي هو 2500 على شحنه الالكترون 9.1 في 10 سالب 31، هي الثوابت دي موجوده في المساله وبس بعد فتره هنحفظها. هتطلع معايا السرعه بالتقريب 3 × 10^7، هي مش هتطلع 3، هتطلع 2.9 وحاجه كده، بس احنا لما نيجي نقربها هتطلع 3 × 10^7 متر على الثانيه. يعني الاجابه الصحيحه هتكون رقم الف. السؤال رقم 41، يتحرك الكترون بسرعه في عند تعجيله فرق جهد مقداره في، فاذا زاد فرق الجهد المؤثر على الالكترون ل 2 في فان سرعه الالكترون هتزداد لايه؟ طيب هل في علاقه بين الفي واللي هو فرق الجهد والسرعه؟ تمام، في علاقة، احنا لسه قايلين ان الالكترون لما بيتعرض لفرق جهد كبير بيكتسب طاقة حركة، يعني نص ام في تربيع. ادي السرعة وادي فرق الجهد، ده ثابت وده ثابت وده ثابت، يبقى في علاقة طردية، يعني اقدر اقول السرعة دي بس متربعة في واحد تربيع على في اتنين تربيع بتساوي فرق الجهد في واحد على في اتنين. طيب في واحد بكام؟ في واحد قال لي انها بفي. طيب في اتنين بكام؟ طبعا مش هنسى التربيع، ده تربيع، وفي اتنين بكام هو عايز يعرفها. ماشي، الفي واحد قال لي هيبقى فرق الجهد في، وفي الحالة التانية هيبقى 2 في، ده هيطير مع ده هيبقى الناتج نص. طب انا عايز اعرف الفي بس مش التربيع، يعني عايز اخد الجذر، يبقى في على في اتنين، خدت الجذر هيساوي، ناخد جذر ده كمان، جذر الواحد واحد وجذر الاثنين جذر اتنين. طب انا عايز اعرف مقدار في اتنين بقى بكام، اضرب طرفين في وسطين، يبقى في اتنين بتساوي في جذر اتنين، يعني الناتج هيبقى رقم ب. السؤال رقم 42، تم التأثير على بعض الجسيمات الافتراضية التي لها نفس الشحنة والنوع بنفس فرق الجهد، ويوضح الجدول المقابل كتل تلك الجسيمات. عندي جسيم A كتلته 3 × 10^31، جسيم ب كتلته 27 × 10^31، وسي 81 × 10^31.
لاحظت ايه؟ لاحظت ان دي مش الكترونات، دي جسيمات مش ليها علاقه بالالكترون، لان الالكترون كتلته 9.1 × 10^(10^(31). مش دي كتله الالكترون. طيب تمام، عايز ايه في السؤال الاول؟ عايز النسبه بين طاقه حركه كاينتيك انرجي للاي الى طاقه الحركه البي لطاقه الحركه السي، وعايزها بالترتيب اللي هو كاتبه ده. طيب ماشي، احنا كنا بنقول ان الالكترون لما بنسلط عليه فرق جهد كبير بيجري بيكتسب كاينتيك انرجي طاقه حركه. طيب دلوقتي ده مش الكترون، هنقول ايه؟ هنقول ان الشحنه اللي عندنا لما بنسلط عليها فرق جهد كبير برضه هتجري وتكتسب طاقه حركه. تمام. طيب احنا عايزين نرتب طاقة الحركة، مين الكبير ومين الصغير؟ نروح نشوف مين الشحنة الأكبر، A ولا B ولا C؟ هنتفاجئ إن كاتب لها نفس الشحنة، يبقى الشحنة بتاعتهم واحدة. خلاص مش هنرتب من ناحية الشحنة، هنرتب من ناحية فرق الجهد. مين اللي عنده فرق جهد أكبر؟ هنلاقي برضو هنتفاجئ بنفس فرق الجهد، يعني الـ V واحدة للكل. طب إذا كانت الـ Q واحدة وفرق الجهد واحد، يبقى طبيعي الكاينتيك انرجي تبقى واحدة، وبالتالي النسبة هتبقى واحد لواحد لواحد. طيب الجسمين اللي بتكون ليهم النسبة بين السرعة 3 أو 1 إلى 3، نقرأ كده من العربي 1 إلى 3، هما مين؟ طيب احنا عايزين نوجد علاقة بين السرعة والكتل اللي عندي في الجدول عشان نوصل للاختيار المناسب. طيب احنا عندنا كاينتيك انرجي للاول بتساوي كاينتيك انرجي للتاني بتساوي كاينتيك انرجي للتالت، احنا لسه قايلين انها 1 لـ1 لـ1. طيب دي نص ام 1 في 1 تربيع، ودي نص ام 2 في 2 تربيع، ودي نص ام 3 في 3 تربيع. النص هيروح مع النص هيروح مع النص. لو انا حبيت مثلا اوجد علاقه بين الاثنين دول، هقول ام 1 على ام 2، ام 1 على ام 2 ما ترجعش فاضي، يبقى في 2 تربيع على في 1 تربيع، يبقى في علاقه بين الام والسرعه، علاقه عكسيه، ان بس دي خلي بالكم مع مربع السرعه. طب هو بيسال عن السرعه، انا عايز اوجد نسب للسرعه بحيث انها تديني قيمه 1 لـ3، فانا دي مربع السرعه، انا عايزه يعني السرعه لوحدها، فانا ممكن خلاص كده عرفت انها علاقه عكسيه. خلاص انا هكتب القانون بقى، هقول مثلا في 1 على في 2، لا ده فيها تربيع، ما انا هاخد جذر اللي جنبها هيساوي الجذر، هناخد الجذر ونعكس الكتل لان قلنا علاقه عكسيه، يبقى انا خدت الجذر عشان اجيب في 1 لفي 2، وفي نفس الوقت اعكس الكتل، يعني قدام في 1 هكتب ام 2 وقدام في 2 هكتب ام 1. انا عايزه بقى الناتج دون يبقى قيمته كام؟ 1 لـ3. طيب ندور على الاختيارات دي، نرجع للكتل ونحاول نقسم بالنظر كده تحت الجذر ونشوف مين هيدينا 1 لـ3. طبعا عشان يبقى البسط 1 والمقام 3 ما ينفعش يبقى اقول 27 على الـ3، لا انا عايزه العكس. طيب يعني استبعد الـ10^(31) لانها متكرره في الكل، هتطير انت عندك بسط ومقام، فممكن نعوض كده باول رقمين احنا وحظنا، يعني مثلا هنستخدم في البسط هنا 3 ونستخدم هنا 27. تعالوا كده ناخد الجذر، او الاول نختصر على 3 فيها الواحد، على 3 فيها 9، هات لي بقى جذر الواحد 1، جذر التسعة 3، ده النسبة اللي هو عايزها موجودة اهي. يبقى احنا دلوقتي هنطبقها على مين؟ هنطبقها على A و B، فعلا النسبة السرعة بين A و B هتكون نسبتها 1 إلى 3، يعني الإجابة الصحيحة رقم ألف. السؤال رقم 43، أي مما يلي يقوم بالتحكم في شدة التيار وعدد الإلكترونات تصل إلى الشاشة في أنبوبة أشعة الكاثود؟ المهمة دي المفروض اللي بيقوم بيها الشبكة هي اللي بتتحكم في شدة الشعاع الإلكتروني وعدد الإلكترونات. السؤال رقم 44، تعرض إلكترون لفرق جهد، يبقى أنا عندي قيمة فرق الجهد 20 كيلو، يعني 20 ألف، يبقى فرق الجهد 20 كيلو 20 ألف، فإن سرعته عند التصادم مع المصعد. أنت تفتكر القانون اللي بنستخدمه في حالة أنبوبة شعاع الكاثود، خلاص حفظناه، إن سرعة الإلكترون هتساوي الجذر التربيعي 2 إي في، طبعا دي فرق الجهد، على إم إلكترون. طيب ماشي، آدي الاتنين، شحنة الإلكترون 1.6 × 10^(19). فرق الجهد اللي احنا طبقناه 20 ألف، على كتلة الإلكترون 9.1 × 10^(31). هيطلع معايا الناتج 83.86 × 10^6 متر على الثانية. الاختيار ده مش موجود، بس هحوله لكيلومتر على الثانية. يعني ازاي احول بقى؟ ما انا عايزة عندي متر ده صغير وعايزة احوله لكيلو كبير، من صغير لكبير يبقى هضرب في 10^3،
يبقى ساعتها هيطلع 83 و86 في 10 أس 3، لما أضرب دي في 10 أس سالب 3 هيطلع الناتج ده، بس هيبقى كيلو متر لكل ثانية، يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقم ألف. سؤال رقم 45، إلكترون وبروتون يتحركان بسرعة واحدة، فبيقول لي في بي ولا في اي الأكبر أو العلاقة اللي بينهم، حيث أن في اي فرق الجهد المستخدم في تعجيل الإلكترون والفي بي فرق الجهد المستخدم في تعجيل البروتون. طيب إحنا عندنا كتلة البروتون أكبر بكتير من كتلة الإلكترون، كتلة الإلكترون يمكن إهمالها بالنسبة لكتلة البروتون، لكن الشحنات متساوية في المقدار، يعني شحنة الإلكترون بتساوي شحنة البروتون في القيمة في العدد. تمام، طيب إيه العلاقة بقى؟ هنقدر نعرف فرق الجهد إزاي؟ إحنا عندنا القانون بنقول الإلكترون لما هيتعرض لفرق جهد كبير، طبعا ده هيبقى V اللي اتعرض ليها الإلكترون، هيساوي نص M إلكترون في V تربيع. طيب والبروتون لما يتعرض، البروتون انا بتكلم معاه على الشحنه انها شحنه قد بعض، يتعرض لفرق جهد كبير برضو في بي، هيكتسب طاقه حركه نص ام بروتون في الفي تربيع. هنقسم المعادله الاولى على المعادله الثانيه عشان يبقى في رابط بين الالكترون والبروتون، فالشحنه هتروح مع الشحنه والنص هيروح مع النص، والسرعه قال لي السرعه واحده، يبقى أنا عندي V إلكترون على V بروتون بتساوي M إلكترون على M بروتون، يبقى هنا ال V للإلكترون قدامها كتلته وال V بروتون قدامها كتلته، يعني في تناسب طردي بين فرق الجهد المطبق وكتلة الجسم نفسه، وبالتالي إحنا عايزين نشوف مين الأكبر مين الكتلة الكبيرة، البروتون، يبقى فرق الجهد المطبق عند البروتون هو الأكبر عشان كتلته أكبر، وبالتالي الاختيار الصحيح هيبقى رقم ب، ان الفي بي هتبقى اكبر من الفي اي. طيب السؤال اللي بعده، اذا زادت سالبيه جهد الشبكه في انبوبه اشعه الكاثود. طيب الشبكه دي لما يكون جهدها سالب، هو مين عايز يعدي من الشبكه ويروح للشاشه؟ الكترون. طب والالكترون شحنته ايه؟ سالب. طب لما يلاقي سالب قدامه وهو سالب وزودت السالب كمان، زودت السالبيه للشبكه، هيحصل تنافر. التنافر ده هيخلي عدد قليل جدا اللي يقدر يمر، وبالتالي لما العدد ده يقل عدده، فاللي هيوصل للشبكة هيبقى عدد بسيط جدا، وده هيؤدي إلى إن شدة الإضاءة هتقل، يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقم ج. السؤال رقم 47، أنبوبة أشعة كاثود تعمل على فرق جهد 10 كيلو فولت، يبقى إحنا عندنا فرق الجهد 10,000، 10 كيلو يعني 10,000 فولت، فإن سرعة حركة الإلكترونات المنبعثة من الكاثود، إحنا اتفقنا إن سرعة الإلكترون المنبعث من الكاثود بنجيبها من القانون إن الفي بيساوي الجذر التربيعي 2 إي في على إم إلكترون، ونعوض الجذر التربيعي آدي الاتنين، شحنة الإلكترون 1.6 في 10 أس سالب 19، والفي بألف ب10,000 قصدي ب10,000 على إم إلكترون 9.1 في 10 أس سالب 31، هيطلع معايا الناتج 59.29 في 10^6 متر على الثانية. طبعا أنا ممكن أحرك العلامة كده وأزود واحد هنا، يبقى 5.93 في 10^7، يعني الاختيار الصحيح هيبقى الاختيار رقم ب. السؤال رقم 48، طبقا الفيزياء الكلاسيكية فإن انطلاق الإلكترونات الكهربائية توقف على، طبعا انطلاق الإلكترونات كانت الفيزياء الكلاسيكية تعتقد إن السبب الشدة، لكن بالتجربة وبالمشاهدة يعني بالإثباتات أثبتنا إن اللي بيسبب في كده هو التردد وليس الشدة، وبالتالي هو هنا بيقول لي وجهة نظر الكلاسيكية طبقا للكلاسيكية، فكانت هي بتعتقد إن انطلاق الإلكترونات يتوقف على الشدة، يعني الإجابة رقم ب في اعتقادها، لكن طبقا للمشاهدة التجارب بتاعتنا أثبتت إن انطلاق الإلكترونات بيعتمد على التردد، دي الحقيقة، على تردد الموجة الساقطة. سؤال رقم 50، إذا كان تردد الضوء الساقط يساوي التردد الحريج، فإن الإلكترونات تتحرر بالكاد بالكاد، يا دوبك تتحرر على السطح بس، لها تكتسب طاقة حركة ولا كمية حركة، يعني الإجابة هتبقى 0 و0 أدام إن الطاقة أو التردد الساقط عليها مساوي للتردد الحركي، فيدوبك هتتحرر، لكن طاقة الحركة كام؟ 0، كمية الحركة كام؟ 0، يبقى الإجابة رقم د. السؤال رقم 51، دالة الشغل تتوقف على إيه؟ طبعًا على نوع المادة، ملهاش دعوة بقانونها، هي بتتوقف على نوع مادة السطح، دالة الشغل تتوقف على نوع مادة السطح، يعني الإجابة رقم ب. السؤال 52، تتناسب شدة التيار الكهروضوئي المتحرر من سطح معدن طرديا مع شدة الضوء، ها
هل شدة التيار بتتناسب مع شدة الضوء؟ أيوة، بس بشرط يكون التردد أكبر من التردد الحرج، أو طاقة الضوء أكبر من دالة الشغل، أو إن إحنا نستخدم تطبيق فروض الفيزياء الحديثة. يعني كل ده صح، يعني الاختيار الصحيح جميع ما سبق.